صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون سجود السهو بعد السلام من الصلاة؟ عند إذا كان السهو بزيادة في الصلاة، إذا زاد في الصلاة فإنه يستحب أن يكون السهو سجود السهو بعد السلام، وإن كان السجود لنقص في الصلاة فإنه يستحب أن يكون قبل السلام، لأنه جبران، الجبران يكون قبل السلام. والجواز جائز أن يسجد السجود كله قبل السلام أو يسجده كله بعد السلام، الجواز جائز، وإنما تفصيل في الأفضل فقط. نعم. انتهى. الله.